في خطوة ربما تكون انعكاسا لما تعرضت له كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر من انقلابات عسكرية في الفترة الماضية. أو عذرا على الخطأ، سننتقل إلى المحور الثاني. منذ عدة سنوات والليبيون يشعرون أن بلادهم أمست مرتعا لأجهزة استخباراتية عديدة، وأن مجالها الجوي أصبح مفتوحا لطائرات أجنبية تحت ذرائع عديدة ومسميات مختلفة، إلا أن الغاية واحدة. ومع مرور الوقت أصبح هذا الشعور واقعا مرئيا، ولا سيما بعد أن أغرق النظام التركي البلاد بالمرتزقة الذين عمل من خلالهم على تغذية الأزمة في البلاد لصالح تحقيق أجنداته الخاصة، وذلك عن طريق تقديم إغراءات مالية ووعود أخرى. ولكن يبدو أن السياسة التركية تتخذ نهجا عبثيا بشأن هؤلاء، يقوم على قطع حبل النجاة في منتصف الطريق، حيث نشأت خلافات بين المرتزقة بسبب تخفيض أجورهم بعد توقف الأعمال العسكرية هناك. رغم تضمن جميع الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والمحلية بين الأطراف الليبية، بما في ذلك مؤتمر جنيف ومحادثات لجنة 5+5 العسكرية على وجوب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، تتوالى التقارير التي تؤكد بقاء هؤلاء المرتزقة بالبلاد، خاصة التابعين للنظام التركي. المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن وجود خلافات بين المرتزقة السوريين التابعين للنظام التركي في ليبيا، على خلفية تخفيض رواتبهم بنحو 200 دولار أمريكي بعد توقف الأعمال العسكرية، الأمر الذي عرقل عمليات التبديل بين مجموعات تلك المرتزقة. وأكد المرصد أن المرتزقة السوريين يرفضون الخروج إلى ليبيا، وأن عدداً من المرتزقة متواجدون هناك منذ فترة طويلة ولم يعودوا على الإطلاق، رغم أنه كان مقرراً أن يتم تبديل المجموعات كل 3 أشهر، وذلك بعد أن أفاد المرصد بوقت سابق بهروب نحو 3000 مرتزق من القواعد العسكرية في ليبيا. وفي سياق ذي صلة، كشفت تقارير إعلامية عن وصول ما لا يقل عن 45 شاباً سورياً غالبيتهم من محافظة السويداء إلى إحدى المقاطعات الأوكرانية التي ضمتها روسيا خلال الحرب، بعد إيهامهم من قبل سمسار بأنهم ذاهبون إلى شركة خاصة كمدنيين للعمل في حراسة مناجم ألماس وذهب بإحدى المقاطعات الروسية. وأكدت التقارير أنه تم خداع الشبان بأنهم سيحصلون على رواتب تصل ل 2000 دولار أمريكي مع امتيازات أخرى مثل الجنسية الروسية، إلا أنه تم نقلهم لمنطقة تسمى أولان أودي ليكتشفوا عقب نزولهم أنها فوج دبابات للجيش الروسي. وفي هذا الصدد ينضم إلي من طرابلس سيد محمد الراجحي، صحفي وناشط حقوقي، وأيضا ينضم إلي من القاهرة الدكتور محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر المصرية. أهلا بكما ضيفاي على شاشة اليوم وفي برنامج قضايا أفريقية. أبدأ معك سيد محمد الراجحي ضيفي من طرابلس، يعني رغم مرور أكثر من 3 أعوام على توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن ملف المرتزقة السوريين ما زال يعني حاضرا. طبعا بين فترة وأخرى يظهر هذا الملف على الساحة الإفريقية يعني بقضايا متنوعة، آخرها كما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه هناك خلافات بين المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في ليبيا بسبب خفض رواتبهم. إذن سيد محمد، لماذا هذا الملف، ملف المرتزقة السوريين، لم يغلق حتى الآن في ليبيا؟ تفضل. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضرتك ولكل متتبعي منبركم الحر. أهلا بك. بالنسبة لملف المرتزقة، سواء السوريين أو غيرهم ممن تم جلبهم خلال فترة الاقتتال في ليبيا،
الجميع لا زال موجودا، وبالنسبة للشارع الليبي يعلم تماما، وإن كان هناك تصريحات رسمية حكومية بأنه قد تم الشروع في ترحيل هؤلاء المرتزقة إلى بلدانهم، ولكن على أرض الواقع هذا الكلام غير موجود. دليل على ذلك هنا في طرابلس نحن نشاهد تزايد عدد المواطنين السوريين المتواجدين في طرابلس، وأغلبهم من كانوا تم إحضارهم هنا كمقاتلين في فترة الحرب. لنجدهم ينقسمون إلى قسمين، قسم يحاول الاندماج داخل الشارع الطرابلسي كنوع من أنواع محاولة التعايش مع الوضع وفتح نشاطات تجارية مختلفة، أو النوع الآخر الذي من الحين إلى الآخر نجدهم جثة هامدة على شواطئ المناطق التي يتم فيها تهريب البشر إلى أوروبا. هناك عدة قوارب التي انقلبت في عرض البحر، كان من ضمن الراكبين مواطنون سوريون، وأيضا هناك قوارب تم إنقاذها واسترجاع المتواجدين على متنها، وكان فيهم عدد لا بأس به من السوريين. إضافة إلى في خلال أغسطس الماضي من نهاية العام السابق، أي من منذ 3 أو 4 أشهر سابقة، تظاهر عدد كبير من المواطنين هنا في طرابلس بمحيط المعسكر الذي يتواجد فيه المقاتلون السوريون من المرتزقة، في طلب للحكومة بضرورة إرجاع هؤلاء وترحيلهم إلى موطنهم وإنهاء تواجدهم. استمرت التظاهرات تقريبا إلى 4 أيام أو 5 أيام، استخدم المتظاهرون خلالها شعارات منددة باستخدام المرتزقة أثناء الحرب، وطالب خلالها المتظاهرون بضرورة ترحيل كل هؤلاء من هنا من طرابلس، ولكن حتى الآن لا زال المعسكر يعج بالمقاتلين المرتزقة السوريين، ولم يتم ترحيل أي منهم، إضافة إلى عرقلة ترحيل مجموعات واستحضار مجموعات أخرى. نعم سيد محمد، شكرا لك، ابقى معي، سأنتقل إلى الدكتور محمد أمين ضيفي من القاهرة. أهلا بك مجددا دكتور محمد على شاشة اليوم. إذا دكتور محمد، يعني رغم الاجتماعات ورغم المؤتمرات الدولية المحلية بين الأطراف الليبية بما فيها مؤتمر جنيف وأيضا لجنة 5+5 العسكرية، يعني جميعها تضمنت ونصت على ضرورة خروج المرتزقة وخروج القوات الأجنبية من ليبيا، لماذا إلى الآن هناك يعني مرتزقة ونسبة كبيرة منهم يعني موجودة في ليبيا، خاصة في غرب مدن ليبيا وهي مرتزقة تابعة للنظام التركي؟ إذا لماذا هذا الملف ما زال عالقا، ولماذا حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية تصم آذانها عن هذا أو عن هذه الأزمة؟ تفضل. شوفي، خليني أقول لحضرتك في البداية، أي قرار بيتخذه المجتمع الدولي لابد ليه من إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي تنفيذ القرار. هناك مجموعة من القرارات، حزمة ضخمة من القرارات بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا وضرورة عودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال يعني دعوة الدول الأجنبية بإخراج قواتها من جانب، وأيضا خروج المرتزقة من جانب آخر، ودي قرارات مر عليها أكثر من 3 سنوات، ورغم ذلك لم تجد لها طريقا إلى حيز التنفيذ في ليبيا. والسبب الرئيسي أنه هذه القرارات لم تجد قوة دولية حقيقية تدفع بهذه القرارات إلى التنفيذ على أرض الواقع. يمكن إحنا بالنسبة لتطورات الأوضاع في ليبيا، وزي ما ذكر الزميل محمد الرجحي في تعليقه، أنه هذه الأعداد بالعكس في تزايد مستمر رغم القرار اللي صدر من مجلس الأمن، إلا أنه شفنا في خلال شهر ديسمبر الماضي أنه تركيا بتواصل تمديد إبقاء قواتها أو عناصرها العسكرية اللي موجودة في ليبيا، بالإضافة طبعا إلى المرتزقة واللي بيصل عددهم إلى أكثر من 11 ألف عنصر من هذه العناصر.
وجود المرتزقة أو الدفع بالمرتزقة في أي ساحة حرب في النهاية خروجهم بيبقى أمر صعب جدا، لأنه لابد من وجود ساحة أخرى لنقل هذه العناصر إليها، ودي أمر صعب إيجاده. ويمكن ده إحنا شايفينه بالنسبة للأوضاع في ليبيا، العملية السياسية بتواجه تعثر كبير نظرا لوجود هؤلاء أو هذه العناصر من المرتزقة. تطورات الأوضاع والحديث عن أنه تركيا ترفع يدها الخاصة بتمويل، عملية التمويل لهذه العناصر، قد يكون سبب من ظهور الأزمة على السطح. ولكن هذه أو هذا البيان الذي يتحدث عن وجود أزمة في نفس التوقيت تركيا بتواصل تمديد إبقاء قوتها، إذن هنا تناقض حقيقي في الموقف التركي. يعني تركيا ليس لديها الرغبة الحقيقية في إبعاد المرتزقة وإخراج المرتزقة من ليبيا، بل العكس، تركيا تترك هؤلاء أو هذه العناصر للحصول على مزيد من المكتسبات للضغط على تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط للحصول على مكتسبات من جانب آخر، خصوصاً أن هذه الورقة بتعد من الأوراق التي تلعب بها الحكومة التركية في الوقت الحالي. إذن الملف الخاص بالمرتزقة في العديد من التشابكات والتقاطعات المختلفة، أيضا حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها لديها أيضا يعني مصالح بتبديها مع الجانب التركي، والدليل على ذلك أنها لم تتخذ أي موقف تجاه القرار الخاص بتمديد القوات التركية في ليبيا. نعم دكتور محمد، سأنتقل إلى السيد محمد ضيفي من طرابلس. إذا سيد محمد، يعني هل تتفق فيما قاله الدكتور محمد ضيفي من القاهرة؟ يعني هو يقول بأن القرارات الدولية التي تتضمن إخراج المرتزقة وإخراج القوات الأجنبية من البلاد هي تحتاج إلى قوة دولية حقيقية لتنفيذ هذه القرارات على الأرض، ويعني أن لا تكون فقط مجرد حبر على ورق. برأيك هل هذا هو السبب، أم السبب هو حالة الانقسام السياسي الموجودة في ليبيا بين الشرق والغرب؟ يعني كما تفضل أيضا دكتور محمد وقال بأنه حكومة الوحدة الوطنية في الغرب، طبعا المنتهية الولاية في الغرب، هي يعني تحصل على دعم ولديها مصالح مع النظام التركي، وأيضا إذا أتينا إلى الشرق هناك أيضا مصالح مع روسيا ومع دول أخرى. التوصيف للزميل دكتور محمد كان توصيفا دقيقا، إضافة إلى الوضع هنا على الأرض في ليبيا. نحن أمام بركان قد يشتعل في أي لحظة، لا أحد يستطيع إنكار أن الهدنة وإن استمرت الآن أكثر من سنة، ولكنها هدنة هشة جدا قد تنهار في أي لحظة. وأكبر دليل على هذا أن الاشتباكات لم تتوقف خلال فترة الهدنة، نحن نشاهد أو شاهدنا اشتباكات هنا وهناك من الحين إلى الآخر بين المجموعات المسلحة على مناطق النفوذ. ولكن ما يزيد الطين بلة أن الانقسامات ليست بناء على مناطق النفوذ لقوات المجموعات المسلحة فقط، وإنما البلاد منقسمة بين مجلسين للنواب وحكومتين كل منها تشتغل على بقعة جغرافية، حدود منتهكة، جماعات متطرفة تتنامى وتهدد الدول الجارة وتهدد حتى أوروبا، بحكم أن ليبيا موقعها يتوسط القارة الأفريقية. الفوضى حقيقة عارمة، يصعب الحل بهذه الوتيرة التي نحن نعيشها الآن. الأمر يحتاج إلى فعلا كما قال الدكتور محمد أن الأمر يحتاج إلى زخم دولي أكثر مصحوبا بجدية في التنفيذ. نحن لم نرى أي جدية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، هناك تساهل وتهاون كثيرا في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، سواء في خضر توريد السلاح والدخائر إلى ليبيا
أو في ترحيل المرتزقة الذي أكد عليه أعضاء مجلس الأمن مرارا وتكرارا. نحن لم نشهد نهائيا لا ترحيلا للمرتزقة ولا إيقافا لتدفق السلاح والذخيرة إلى ساحة القتال هنا في ليبيا. نعم، أنتقل إلى الدكتور محمد. دكتور محمد، يعني البعض ربما يتفهم تدخل تركيا في العراق في سوريا بحكم أن لها حدود تجمع مع البلدين، بحكم أن هناك أزمات طاحنة تدور في البلدين، وهي يعني تتخذ من ذلك ذريعة للتدخل العسكري. لكن ماذا عن ليبيا التي تبتعد يعني آلاف الكيلومترات عن الأراضي التركية، والتي تعاني يعني أساسا من حالة من التمزق والانقسام السياسي؟ أيضا يعني ماذا عن النيجر وتركيا ترسل آلاف المرتزقة إلى هناك للقتال؟ وأيضا عن مالي يعني التي ترسل يقوم النظام التركي بإرسال طائرات مسيرة للمجلس العسكري الحاكم في ليبيا، عفوا في مالي. خليني أقول لحضرتك يعني التطورات اللي حضرتك ذكرتيها خاصة بالتحركات التركية بشأن ليبيا، ده بيأتي ضمن استراتيجية وضعتها البحرية التركية وبتؤمن بها وتؤيدها القيادة السياسية التركية، وهي ما يسمى بالوطن الأزرق. واستراتيجية الوطن الأزرق دي استراتيجية هدفها الأساسي التمدد في ما هو خارج حدود تركيا، بل بالعكس يمكن حتى في أحد المؤتمرات الصحفية للرئيس التركي خرج وكان من خلفه صورة للخريطة التي تدل على ذلك. إذن تركيا لديها طموح طموح التوسع في مناطق أخرى خارج حدود تركيا، وهذا يعتبر اعتداء على القانون الدولي، لأنه التدخل في شؤون الداخلية لأي دولة هو اعتداء على القانون الدولي واعتداء على ميثاق الأمم المتحدة. هذه نقطة. النقطة الثانية وهو الأمر بالنسبة ليبيا، يمكن كان هناك تحركات من جانب تركيا لترسيم الحدود بينها وبين الحكومة المنتهية ولايتها في ليبيا، الحدود البحرية، وكان الهدف من هذا هو الضغط على ما يتم إنشاؤه خاص بالإقليم شرق المتوسط والأوضاع المتطورة التي شهدتها هذه المنطقة. تركيا تريد أن تأخذ قطعة من هذه المنطقة لحسابها دون النظر إلى أن القانون الدولي هو الذي يحدد الحدود الدولية الفاصلة ما بين الدول، ضربت بها عرض الحائط. نيجي للنقطة الخاصة بالدفع بعناصر من المرتزقة داخل دول أخرى داخل إفريقيا. ليبيا لها، تركيا لها طموح داخل إفريقيا، يمكن لها قواعد عسكرية في عدد من دول شرق القارة الإفريقية، والآن تدخل إلى وسط القارة، قلب القارة، لتنقل إذا ما حدث ضغط دولي حقيقي، يعني دي تحركات استباقية، إذا ما حدث هناك ضغط دولي حقيقي لإخراج المرتزقة الأتراك وخروج القوات التركية اللي موجودة في ليبيا لإخراجهم من ليبيا، فستجد تركيا لهم مخرج أو مكان آخر، سواء كان في مالي أو في النيجر. إذا التحركات التركية اللي بنشهدها حاليا، سواء كان بعملية تمديد إبقاء القوات أو البحث عن مناطق أخرى لقوات المرتزقة، ده تحرك بتنتهجه أو منهج بينتهجه أو بتنتهجه الحكومة التركية في هذا التوقيت. أظن أنه المجتمع الدولي يمكن هاخد جملة مهمة جدا قالها أحد قادة فصائل المرتزقة السبع اللي مدفوع بيهم من الفصائل السورية، المرتزقة السوريين المدفوع بيهم في ليبيا، قال حينما يتم توقف الدعم التركي لن نستطيع الصمود داخل ليبيا. إذن على المجتمع الدولي أن يوقف هذا التمويل الذي يمر عبر القنوات الدولية إلى هؤلاء المرتزقة في ليبيا وفي غير ليبيا أيضا، إذا كان المجتمع يريد استقرار حقيقي لليبيا وللمنطقة وللقارة الإفريقية إذا كما يتحدث البعض من القادة العالم. وأيضا أضم صوتي لصوت الزميل محمد حول ضرورة وقف ورود السلاح إلى هذه المناطق المضطربة، وأيضا إلى الفصائل من المرتزقة اللي موجودة في هذه الدول، وقف تسليح هذه الفصائل. أعتقد ده مسار مهم جدا، ولكن مع الوضع في الاعتبار نقطة مهمة جدا هو عدم الخلط ما بين الجيوش الوطنية وهذه الفصائل، لأنه حين
حينما ياخذوا قرار بنجد انه يطبق على الجيوش الوطنيه، ونجد ان هذه الفصائل تحصل على مزيد من التسليح في مواجهه الدوله الوطنيه، وهو ما يحدث مزيد من الانقسام وحاله من الاضطراب داخل الدول. هذا امر مهم جدا في مناقشه هذه او ايجاد حل حقيقي لهذه القضيه. المسار السياسي الذي يتحرك في ليبيا تعثراته بالكامل، بنجد ان السبب الرئيسي فيها هو مزيد من الدعم لهؤلاء المرتزقه، مزيد من الدعم للانقسامات، وهذا الامر اعتقد ايضا انه يحتاج الى قرار يعني نافذ على ارض الواقع، وليس مجرد قرار يصدر ليحدث حاله من الصدى الاعلامي فقط. نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتور محمد امين على كل هذه المعلومات التي تفضلت بها. كان معي من القاهره دكتور محمد امين رئيس تحرير مجله اكتوبر المصريه، وايضا اشكر ضيفي من طرابلس محمد الراجحي صحفي وناشط حقوقي. ايضا اشكرك على مجمل ايضاحاتك سيد محمد، والشكر موصول لكم مشاهدينا، الى اللقاء.